سلام البنات، سلام امهات، سلام اخواتات. كتبحثوا لاباس مزيان هانيه بخير. حنا صافحين معكم مع الداليه. دابا راه 8 ديال الصباح اخوتي. ها الطبيعه والهواء شحال نقيه وزوينه. فيقوا فيقوا فيقوا، الدنيا زوينه. كتبحثوا نتوما هانيين. شكرا لكم على المشاهده، شكرا لكم على الكومنتات الزوينين، شكرا لكم على اللايك، وما تنساوش هذاك الجرس. شكرا لكم على المشاهده جميع الدول، خارج المغرب وداخل المغرب وداخل فرنسا وخارج فرنسا كل شيء. وانتم معنا بفيديو جديد ان شاء الله. قوتي بقى لا ويكاند لا والو، دابا غير الداليا والميناج في الدار. وانتم معنا في الداليا وانتم معايا في الدار ان شاء الله باذن الله. وانا دابا غنبدا العمل. هيا بينا العمل. ها انتم اخوتي اصبحنا على المقص. الحنيان والمقص شحال ندير اخوتي هي الدنيا. اللي غادي راه كتنوض اما هي علقه. العرش هذا دابا حيت الدالية هذه راه نايضة ميتة هي. هذا راه كيخليه، هذا غادي نبليه عن سما مبليهش، ها هو مبليه غا طايح. هذا ديال حتى الجدرة. إيوا ها انتوما معايا وهنا معاك. مرحبا بكم في الشمس وفي الطبيعة. اليوم راه عندنا قضية مشمشة، ما كاين لا شتا لا والو، قضية زوينة. الجو مغمم، لا شي مغمم، هو عبغوش حميسة زوينة خوتي. احنا كنساو دوك الأباهات اللي عند دوك مساكن معاهم إن شاء الله. سلام العيال، سلام الأمهات، سلام خواتاتي، سلام البنات والأباهات مساكن كنخليهم. شوما عليكم، أنا كنهضر عليكم هنايا، كندافع عليكم. خوتي انا نحط لكم دابا المريقه ان شاء الله بسم الله على بركه الله. انتما كتبوخ، انتما تبارك الله تبارك الرحمن. مرحبا بكم، مرحبا بكم. عندنا فين مشات القفاله؟ غنوريكم اخوتي الخبيز والسخانه ديالها حتى الكيسان مارتين مشاو. انتما خبز الدار تقولوا ما كاينش خبز الدار. ها تبارك الرحمن. المهم خوتي هنا نختموا الفيديو. السلام عليكم وشكرا لكم، شكرا للناس جداد مرحبا بهم، والناس قدام الدار دارهم ومرحبا بكم معنا. والمحمد سمح لينا وسمحوا لنا الابوات وسمحوا لنا الامهات. ها انتما الابوات، انا كنجبدكم ناسينكم مساكن. شو ما عليكم تنساو الابهات، هما راه تاهما هما عمارة الدار. الله يخطيهم علينا، الله يخليهم لنا. اللي عنده شي مامته يخليها له ربي، اللي عنده شي با حبيبو يخليها له ربي، اللي عنده شي خوتو والخوه حدا الدنيا اللي تهلا يتهلا في والديه وفي خوتو. ما تنساوش الخو هو كلشي، والاب وكلشي كلشي. المهم جمعوا كلشي، قولوا كلشي. السلام عليكم وباي باي عليكم. ما تنساوش اخوتي داك الجرس، الله يرحمكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. راه كتنساو، وديك البصيمه هي بركوا عليها. ايوا ما عندكم مريضنا ما عنده باس. وشكرا لكم بزاف، شكرا لكم، انا كنشكركم من كل قلبي. السلام عليكم.